مشاهدينا ويا هلا ويا مرحبا بكم ويانا في حلقه جديده من برنامجكم بهارات. مثل ما تعودنا برنامج بهارات يعرفنا على كثير من المطاعم المختلفه في اماره الشارقه. من خلال هذه المطاعم مشاهدينا نتعرف على الكثير من المطابخ من مختلف دول العالم. اليوم حلقتنا بتكون غير حلقتنا عن الحلويات السوريه. لا تنسوا مشاهدينا انكم تتابعونا وتشاركونا عبر وسم بهارات. تفاعلكم ومشاركتكم دائما تسعدنا. حلوياتنا اليوم بتكون عصمليه بالقشطه وحلاوه الجبن، هي مثل ما ذكرت وقلت حلويات سوريه بحته ولذيذه. سعدنا نرحب معاكم مشاهدينا بالشيف فادي. اهلا ومرحبا بك شيف. مرحبا امل، شو اخبارك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. انا بخير دام اليوم نحن بنحضر الحلويات. حياتي ان شاء الله. اليوم مثل ما حكينا مطبخنا حيكون مطبخ سوري وبالتحديد الحلويات السوريه. حلو. اخترنا وصفتين طبعا من الوصفات المشهوره والاساسيه بالحلويات السوريه اللي هن عصمليه بالقشطه وحلاوه الجبن. نتكلم عن المكونات. لحتى نحضر العصمليه بحاجه لعجينه الكنافه مع السمن والقطر، طبعا الحشوه الى مكونات ثانيه اللي هي الحليب مع الكريمه والنشا وبعد القطر في تحضير الحشوه. رح نستعمل التزيين الفريز او الفراوله مع البلوبري او التوت البري. حلو. بالاضافه للفستق الحلبي اللي هو طبعا بيدخل بمعظم وصفات الحلويات السوريه. حلاوة الجبن رح نعمل مرحلتين او مرحله العجينه تبع حلاوه الجبن. الحلاوه رح تكون عباره عن جبن العكاوي بالاضافه للسميد السكر والماء حتى نعمل القطر. حلو. بالاضافه للنشا. للحشوه حتكون كمان عباره عن حليب بودره مع النشا والقطر. هذه مكوناتنا. هذه مكوناتنا. طبعا بنستخدم مثل ما ذكر الشيف جبن العكاوي وحتى الفراوله للتزيين. صحيح؟ للتزيين. جبن العكاوي للتنويه انه لازم يكون مستخرج ملح، طبعا ممكن نخليه لتقريبا ليله كامله او اقل شيء 3 4 ساعات. حلو. مقطع صغيره تحت الماء الجاريه عشان ننزع الملح منه. حلو. الجبن شاف كثير من الفوائد. طبعا انا تعرفت على فوائد الجبن او جبن عكاوي مع الفراوله في سوق الجبيل. خلينا نتعرف مع المشاهدين من خلال هذه الجوله على فوائد جبن العكاوي مع الفراوله ولنا عوده. جبنه عكاوي جبنه بيضاء مالحه منشأها مدينه عكا الفلسطينيه، طريه وذات سطح ناعم ومذاقه يميل الى الملوحه، وتخزن على شكل قوالب او قطع مربعه صغيره. والجبنه مشاهدينا بشكل عام مليئه بالكالسيوم والدهون، لذا يجب استخدامها بشكل متوازن دائما. الفراوله من الفواكه اللي تجمع امرين، كونها لذيذة جدا وصحية جدا، فهي قليلة السعرات الحرارية، حيث أن 100 جرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط، مليئة بالمعادن والألياف وتقوي الجهاز المناعي، كما تستخدم كمادة مضادة للالتهابات وتساعد كذلك على حماية القلب. يبلغ سعر علبة الفراولة اليوم في سوق الجبيل 10 دراهم. ومن الفراولة مشاهدينا بنرجع سريعا لمطبخ كولاج مع الشيف فادي ونكمل حلوياتنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد بعد ما تعرفنا على فوائد الفراولة وفوائد جبن العكاوي. نبتدي ونحضر اكلاتنا مع الشيف فادي. يا هلا ويا مرحبا بك شيف مره ثانيه. مرحب. الحين شو بنسوي؟ نبلش بعجينة حلاوة الجبن. حلو. قبل ما نبتدي الطبخ أوكي. بغيت أسألك شيف عن الحلويات السورية، شو اللي يميزها عن باقي الحلويات
في دول العالم بشكل عام. هلا حلويات سورية تعتمد بشكل اساسي على الدسم مالتها وهو السمن، خلينا نقول السمن او الجبن. يعني هلا اذا بتشوفي عندك الكنافه، عندك العثمانيه، عندك حلاوه الجبن، معظمها بتدخل في تكوينها الجبنه، مكون الجبن او القشطه خلينا نقول. طبعا كله القشطه بيكون معمول من الحليب المسخر فريش، معمول فريش، معمول قشطه، بيدخلوا الكريمه، في الجبن اللي هو كمان شغل البيت نفسه. يعني نحن معروفين بالاجيال القديمه كانوا يعملوا كل هالمكونات داخل البيت، من جبن لكريمه لقشطه لكله، حتى السمن نفسه. عشان هيك في كل محافظة بتمتاز في نوع حلويات معينة بنكهة خاصة. وايد حلو. طبعاً أهم شيء الفستق. الفستق الحلبي طبعاً هو أكثر شيء معروف، فستق حلبي يعني من حلب. الفستق الحلبي بيدخل كمان بتزيين معظم النكهات الوصفات ونكهة خاصة. نبتدي هذه الحلويات مع الشيف فادي، ويبتدي أكيد بالعثمانية. بالعثمانية بالقشطة. رح نبلش. اول شيء خلينا نذكر انه على طول لبس القفازات مهم باي تحضير، اكيد اكل وصفه اي شيء. مثل ما حكينا التحضير العثماني بحاجه للكنافه، عجينه الكنافه والسمن، حلو، بالاضافه للماء الزهر. مثل ما شايفين احنا الكنافه هون بهالطريقه هاي هالشكل، راح ندخلها السمن المدوب خلينا نقول. لازم بتعبير لغوي نفرك الكنافه مع بعضها عشان مع السمن طبعا، عشان تعطينا فيما بعد خلال اثناء الخبز الطعم المقرمش. حلو، يعني هذا السر في الطعم المقرمش في الكنافه. طبعا هاي الطريقه اللي احنا بنستعملها لحتى تتجانس الكنافه مع السمن اللي سبق ذوبناه نحن فيما قبل. طبعا مثل ما نشوف نحن عم نفرك وبعدين عم نفتح الكنافه مع بعضها عشان السمن تفوت لاغلب كميه الكنافه. اعتقد لازم نحط كميه كافيه من السمن. كافيه من السمن، صحيح. حلو. طبعا نحن رح نضيف ماء الزهر. هيك صار اوكي. مثل ما ذكرت شيف فادي، اللي يميز الحلويات في بلاد الشام بشكل عام انهم يعتمدون على ماء الزهر، يعتمدون على المكسرات، اهمها الفستق الحلبي. الحلبي. اوكي، هلا رح نضيف ماء الزهر. ماء الزهر كمان رح يعطي نكهة للعجينة. ريحة ماء الزهر وايد حلوة. شايفة شو حلوة؟ ماء الزهر يختلف عن ماء الورد. بيختلف بشيء بسيط. بس طبعاً الزهر هو في بداية تفتيح يعني بداية الورد. في بيكون بعده زهر. بعده بيكون زهر. بيستخرجوا منه. حلو. الماء الزهر، بينما الورد لما بينضج الورد بيخلص. واعتقد ماء الزهر يكون مركز اكثر. مركز اكثر، صح. طبعا احنا بهالطريقه هاي بنكون خلطنا العجينه مع السمن وماء الزهر. حلو. رح نحتاج لحتى نحصل على الشكل الدائري في الأصمالية او في الشكل التقليدي ل قوالب. عندنا قوالب اشكال واحجام مختلفة. ونبلش رص العجينة بهالطريقة هاي. هذه القوالب نحطيها في الفرن. في الفرن، صحيح. هي. يعني هاي صينية الفرن جاهزة. صينية الفرن جاهزة. هي. نحن مثل ما شايفين ما في داعي انه نحن دهنا الصينية في زبدة ولا بسمن ولا اي شيء، لانه احنا اوريدي عندنا السمن موجود داخل الكنافة. نحن نعمل بهالطريقه هاي. شو بالنسبه للكميه اللي نحطها في القالب؟ الكميه طبعا حتكون بسماكه تقريبا 2 سنتي، لانه حتكون لطبقتين. حلو. عشان نترك مجال بعد للحشوه تاخذ حجمها او الكميه المناسبه.
نفرد العجينة، نفرد العجينة بسكير صح مشان نتأكد إنه المسافات متوازية ومتساوية على جميع أطراف القالب عشان ما يطلع مكان أسمك مكان حلو. وتكون الاستواء واحد. بعد هون حنعمل القالب صغير. يوم نسوي الحلويات شيف أعتقد يبالنا ندقق، يبالنا دقة وتركيز شوي صح؟ أيوة صحيح. هلا في ليش الحلويات تمتاز أو بتختلف عن المطبخ كطبخ بمكوناتها الدقيقة إلا مقادير دقيقة جدا، ما فيك مثلا مقدار يكون أكثر من الثاني الوصفة بتزبط. صح. بينما الطبخ بيعتمد على المذاق وزيادة ملح ناقص ملح ناقص بهار ما بيأثر، بينما حلو. الحلويات تعتمد على المكونات والمقادير دقيقة جدا. حلو. طبعا نحن مش هنعتاز الكمية كلها، استخدمنا أوكي. نص الكمية تقريبا، نص الكمية تقريبا نحن فينا حسب الكمية اللي نعتازها فيما بعد. الحين صارت جاهزة حتى ندخلها الفرن. كم دقيقة؟ تحتاج تقريبا محدود 12 دقيقة على 180. 12 دقيقة على 180. بنتري الكنافة تستوي عندنا وبعدين حنسوي حشوة هي القشطة ونكفي فيما بعد. طبعا صارت جاهزة مثل ما حكينا بندخلها على الفرن، ولازم نذكر للساده المشاهدين انه لازم الفرن يكون محمى سابقا على الحراره اللي بدنا اياها عشان تبدا دايركت مع درجه الاستواء على الحراره اللي بدنا اياها نحن، لانه لو تركنا الفرن بارد دخلناها حياخذ وقت ليحمى وبعدين وقت زياده حتى الطبخ، عشان نضمن انه طبخت صح لازم يكون محمى سابقا. حلو تمام. الحين في هذه الاثناء شو بنسوي شيخ؟ راح نسوي الحشوه. نسوي الحشوة اللي هو القشطة، حشوة القشطة. حلو. مثل ما ذكرنا بحاجة لحليب وكريمة ونشا وماء زهر. حلو. مكونات وايد بسيطة، بسيطة جدا. مكوناتنا بشكل عام جدا سهلة. طبعا أول شيء راح نحط الحليب. شو هذا شيء؟ هذا كريمة. نحتاج نحن كل الكمية؟ مش كل الكمية. شكراً. العفو. أنا على طول أمل بعزبك معي. شيف أنا أطبخ معك. طبعاً الكمية مش كلها. بيكتفي بالقدر هذا. نص الكمية تقريباً. تقريباً. طبعا لازم ننطر حتى يغلي شوي. بهارات، هذا البرنامج برعاية سوق الجبيل. أنا سمعت الكثير عن المستشفى 57-357 لسرطان الأطفال بمصر. هذا المستشفى اللي الكل يتكلم عنها من أفضل المستشفيات في العالم. أحب أدعوكم للمشاركة بالعمل الخيري سواء بزكاة المال أو الصدقة الجارية الخاصة بكم لدعم الأطفال المرضى بالمستشفى، لأنهم بصدد توسعات المستشفى وذلك لإضافة 300 سرير للأطفال ومبنى لجهاز تخصصي بريتون تريبي ومبنى عيادات خارجية. كما عودنا الشيخ زايد ووصانا على العمل الخيري، ندعوكم بمناسبة عام زايد بالتبرع بالمستشفى. بعد ما نضيف الحليب مع الكريمة رح نضيف السكر. نحط السكر. السكر. طبعا امل نحن هون لازم نخبر ان المشاهدين انه نضيف السكر شوي شوي مع التحريك. حلو. طبعا لاحظت انك تحرك باستمرار مع وضع السكر بالتدريج. بتدريج، اول شيء لحتى ما يتكتل، وثاني شيء عشان يدوب اثناء التحريك.
شيف، في ناس تسوي الحلويات او في اغلب الحلويات بالاصح تتحضر عن طريق السكر البني. السكر البني، هلا السكر البني بيدخل اكثر شيء في حلويات، بالتحديد الكريم برولي، هي حلوى فرنسيه معروفه جدا بفرنسا. كريم برولي بينحط عليها على الوجه السكر البني طبعا، وبيتم حرقه بعد الوضع عشان يعطي طعم الكراميل. حلو. طبعا احنا هون ضفنا السكر ولازم نضيف شوية مي. حلو. مثل ما نلاحظ على طول التحريك لازم مستمر. شكرا. التحريك على طول بضل مستمر لسبب انه ما نمنع ان الحليب انه يلتصق او يحترق. اوكي، هلا بعد ما غلي الحليب نضيف النشا. طبعا النشا مهم جدا ينضاف على المادة السائلة بعد الغليان عشان يعطي التكثيف تبعه. كمان شوي. حلو. كمان لنفس الأسباب، لمنع التكتل. وطبعا احنا بنوقف إضافة النشا لما بنحس انه المزيج صار كثيف باللي احنا بحاجته. احنا الحين حطينا الكريمه والحليب السكر وضفنا نشا في اخر ما قبل اخر مرحله، لانه حنضيف اخر شيء ماء الزهر عشان النكهه. طبعا ننطر نحن دقيقتين. طبعا نحن صار المزيج عندنا جاهز، بنضيف شوي من ماء الزهر وهيك بتكون جاهزة. جهزت القشطة عندنا، صار جاهز القشطة. طبعا نتركها لتبرد، بس تبرد حترجع تمسك أكثر. هلا بعد شوية رخوة، بس أكيد مفعول نشا وحيعطي مفعول أكثر بعد ما تبرد، حتمسك أكثر. وناخذ قوام القشطة اللي احنا عاوزينها. تمام. شو أخبار الكنافة؟ تقريبا احنا كنافتنا صارت جاهزة. نحن راح نحط الطبقة الثانية بهذه الطريقة ونرجع كمان للتسويق.
أن يكون بارد. طبعاً طبعاً لتحضير القطر لازم نخبر أنه بحاجة إلى خلينا نقول تقريباً كوبين من السكر وكوب من الماء، بنحط على النار مع التحريك المستمر لحد ما يتعشف بعضه أو يذوب السكر ويصير طريقة لزجة. في آخر ما حنضيف برش الليمون أو عصير الليمون عشان ما نقول يسكر عشان ما يعقد. حلو. ويكون جاهز طبعاً يتبرد ويكون جاهز للاستعمال. حلو. هون. نحن هنا كنافتنا جاهزة أو العصمالية بالقشطة جاهزة عندنا، والحين تسلم إيدك شيف. تستوى الحلبي. والحين دور حلاوة الجبن. صار دور حلاوة الجبن. للتحضير حلاوة الجبن بدنا جبنة العكاوي مع السميد، بدنا السكر والمي عشان نعمل القطر، بالإضافة إلى ماء الزهر. وبعدين طبعا تنطبخ على نار هادي مع التحريك عشان نحصل على العجينة. نحن سبق حضرنا عجينة جاهزة. هذه العجينة جاهزة. طبعاً بعد ما نحصل على عجينة حلاوة الجبن، ورق الزبدة متواجد بأي مكان، ممكن تنحط على ورق الزبدة وتنمد بال بسميه الشوبك. طبعاً إحنا سبق ومديناها. نحن هنا عجينتنا جاهزة وفردناها. الحين حنشيلها من ورق الزبدة ونبلش بطريقة الحشي. طبعا للحشي بدنا القشطه. القشطه سبق وحضرناها في العصملية جاهزه. حسبك أمل. شكرا. نشيلها. طبعا نحاسب. لازم نحاسب اكيد. حلاوه الجبن معروفه بشكلها التقليدي بعد انه هي مثل الرول ملفوفه لف. اليوم حنعمل طريقه شكل ثاني. طبعا لازم نعرف المشاهدين على طريقه اخرى. رح نقطع بالطريقه هاي. بالطول. اول شيء بالطول. ايوه. بعدين نعمل مربعات. طبعا نحن قطعناها امل هالطريقه بشكل مربعات، وحنحشيها بنفس القشطه اللي حضرناها للعصمليه. حلو. طبعا هي القشطه جاهزه هون. القشطه عندنا جاهزه. ونجيب صحن السكب اللي حنسكب فيه. حلو. حتكون طريقه جدا بسيطه لست البيت. صح شيف؟ صح. مثل ما حكينا أمل إنه هو اختياري مثل ما بدنا، ممكن نلفها. طبعاً هاي الطريقة معروفة أكثر في القطايف. هي. القطايف الصغيرة المحشية قشطة تسمى القطايف العصافيري. هي. طبعاً. قطايف العصافيري. العصافيري اللي تبقى شكلها محشية في مش المقلية، لأن في قطايف مقلية وفي قطايف تبقى معمولة محشية عفوا بالقشطة. شوفي ممكن شفتي أمل كيف احنا عملنا أكثر من شكل. هي. وهيك أمل مع آخر قطعة جهزناها.
تسلم ايدك. طبعا نحن ليش اخترنا هذا الشكل بالتحديد؟ لانه اسهل لست البيت انه تعمله. نحن طبعا هدفنا انه ستات البيوت يقدروا يطبقوا وصفاتنا بطريقه سهله وتساعدهم في ذلك، لانه الرول ممكن يكون صعب عليهم، بهي الطريقه هي اسهل لحتى يطبقوه. مثل ما ذكر الشيف فادي نحن سوينا اشكال مختلفه. هنا العجينة اختربت عندنا، الشيف قادي خربها. ما بدك سامحيني، أمل المرة الجاية بوعدك إنه أتدرب أكثر. طبعاً نحن للتزيين رح نستعمل الفستق الحلبي. بالإضافة للقطر. حلو. وهيك مع القطر. نحن كده خلصنا شيء. بكون طبعاً صار جاهز. هدول نحن نعتذر شوي عنهم. بس هذا الشكل النهائي لصحنا مع التزيين وال ما علي اول مره اسوي. خلاص بوعدك مره ثانيه تكون احسن ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا امل. شكرا كليك زو. يعطيكم العافيه للموافقه. أعتقد يوم نشوف مثل هذه الحلويات مشاهدينا التصوير يكون شيء أساسي. نحن وصلنا معاكم نهاية حلقتنا. مثل ما نعرف مشاهدينا سوينا مع الشيف فادي حلويات كثيرة سورية أصيلة ولذيذة بعد، عصمالية بالقشطة وحلاوة الجبن. لا تنسون مشاهدينا أنكم تشاركونا عبر وسم بهارات. تواصلكم مشاركتكم دائما تسعدنا. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأكلة جديدة بعد. مع السلامة.